السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم رح نتعلم طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالزيت. طبعا طبق الفاصوليا الخضراء بالزيت يعني من المقبلات الشرقية المميزة والمحببة لدى كثير من الناس. طبعا رح يتكون الطبق من الفاصوليا والبندورة والثوم والبصل والكزبرة. طبعا بتمنى من جميع المتابعين والمشاهدين على القناة أنهم يعملوا اشتراك في القناة ويضغطوا على زر الجرس حتى يصلهم كل جديد. خلينا الآن نروح نشوف كيف نحضر طبق الفاصوليا بالزيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن رجعنا لكم ثاني. طبعا كما نلاحظ في عنا هون مقدار نصف كيلو فاصوليا خضراء قطعناها مسبقا. في عنا مقدار 5 إلى 6 فصوص ثوم قطعات أيضا. في عنا رأس بصل مقطع مفروم ناعم. في عنا طبعا فلفل حار حسب الرغبة مقطع أيضا شطحات. في عنا 3 حبات بندورة مقشرات. في عنا باقي من أوراق الكزبرة الخضراء. في عنا طبعا كاسة زيت زيتون بلدي. في عنا هون مجموعة بهارات مكونة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا الحارة. طبعا البابريكا الحارة حسب الرغبة. الآن خلينا نروح نشوف كيف بدنا نطبق الفاصوليا بالزيت. طبعا الآن طبعا وضعنا المقلاية على النار. الآن يضاف زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون كمية كفاية. الآن نقوم بإضافة الثوم. ويضاف الآن البصل. ويضاف الآن الفلفل الحار. طبعا الفلفل الحار حسب الرغبة مش شرط، يعني ممكن احنا ما بنحب الحار ما بنحط حار. الآن نقوم بإضافة الفاصوليا بالمقدار من الكيلو. الآن نقوم بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود بابريكا حارة طبعا حسب الرغبة. الآن تقلب جيدا على النار تقليب جيد. طبعا كما نلاحظ البندورة الخضراء فرمناها ناعم جهزناها. الآن نقوم بإضافة قليل من الماء الساخن. الآن كما نلاحظ نترك جميع المكونات على النار حتى تنضج مكونات الفاصوليا بالزيت. طبعا تضاف البندورة والكزبرة آخر شيء بعد ما تنضج الفاصوليا بالزيت. طبعا في ناس بسلقوها قبل ما يطبقوها، ممكن أن تسلق بالماء الساخن، ولكن أنا بفضل أني أقلبها مع البصل مباشرة. الآن نلاحظ أنه بعد ما تنشفت المية والفاصوليا نضجت تقريبا استوت. نضيف البندورة والفاصوليا. نتركها تطبق مع بعض. البندورة قشرناها، ممكن ما نقشرهاش يعني حسب رغبتنا، ممكن نفرمها بدون تقشير. الآن نتركها شوي مع البندورة حتى تتطبق، بعدين نضيف آخر شيء اللي هو شوية زيت الزيتون والكزبرة الطازجة. هنتركها تتطبق شوية بعد ما المي نشفت عنها. طبعا الآن نلاحظ إنه جميع المكونات نضجت.
بنضيف الكزبرة الخضراء، يضاف إليها الآن أيضا قليل من الزيت الزيتون، طبعا الآن أصبحت الفاصوليا بالزيت جاهزة. خلينا الآن نتركها تبرد بعدين نسكب لكم إياها في طبق. طبعا الآن الطبق الفاصوليا بالزيت جاهز، خلينا الآن نسكبه. طبعا يمكن أن يؤكل بارد أو يؤكل ساخن حسب الرغبة. بنضيف له شوية كزبرة خضراء، الآن هيك بنكون طبعا أنهينا طبق الفاصوليا الخضراء بالزيت. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.